طالبة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا. أنا طالبة من الطلاب اليوم اللي جاو كيحتجوا على المشكل ديال التأجيل، على المشكل ديال الامتحانات اللي غنتعلموا بهم في وقت قليل، وحنا كنطالبوا بتأجيل الامتحانات. كنعرفوا باللي ما يمكنش الامتحانات تأجل بشهر أو لا بشهرين مثلا، ولكن بغينا واحد الوقت ديال 15 يوم ولا 3 سيمانات غير باش أننا نوجدوا الامتحانات ديالنا. فيكو بصح ليزيتود ا ديستونس كانوا شي وحدين دي بروف كانوا كيتعاملوا معنا كيشرحوا لينا كيحاولوا يديروا المستحيل باش انهم يوصلوا لينا الجديده ديالهم، ولكن كاينين دي بروف اللي ما قراوناش كاع كيجيو سيونس. يعني كنهضر بالاجماع حنا طلبه ديال القانون اون فرونسي دوا فرونسي القانون بالعربيه وحتى الاقتصاد بالاس 1 بالاس 3 بالاس 5 جينا اليوم كنطالبوا باش انه يتم التاجيل ديال الامتحانات. المشكل هو ما كانوش الدروس عن بعد في المستوى، ما كنتكلمش بلغه الاجماع ولا بلغه التعميم لانها لغه الجهلاء. انا كنهضر على لي زيكسبسيون اللي كاينين وبصح غنتحاسبوا عليهم من بعد. حنا بغينا التاجيل ديال الامتحانات بواحد الوقت ديال 15 يوم اذا كان ممكن اكيد، ويتم تحديد ديال الدروس، يتم يكونوا امتحانات يعني في المستوى اننا نقدروا اننا ندوزهم ونجيبوا نقاط مزيانين. وهذا هو المشكل ديالنا وهذو هما المطالب ديالنا. حنا البارح عاد غادي نتعلموا بالتاريخ، كانت اون دات كدور ولكن ما كانش افيشي في لو سيت ديال لافاك، سيتي با زعما افيشي في لو سيت ديالها، يعني كانت اون دات ولكن حتى ديك لا دات ماشي هي لا دات اللي عندنا دابا. مثلا الاس ان كانوا الاس ان كانوا غيدوزوا في لو 22 ولا غيدوزوا في لو 8، يعني بصح ماشي هادشي هو اللي حنا كنا كنشوفو. ولكن في لاسيت ديال لافاك ما تافيت حتى شي حاجه حتى البارح، يعني تافيت باش انه يكون اول امتحان في لو 3 و سي با لوجيك، ما يمكنش لينا بالبتة، ما يمكنش لينا، عندنا مشاكل عويصه وحنا كنحاولوا.